ايه؟ كل واحد حسب الصورة الأخوات. لاحظ أنا إنه كثير المادة مكتوبة، لاحظ إنه كثير إنها تحتاج وقت طويل في السرد. خلصان الدكتور، شغل الدكتور. لا تحتاج وقت طويل. مش راح تغير يعني إيش هسه؟ عفوا أبو البراء. لا لا مش غير. أجل صاحبنا؟ أنا صاحب. دقيقتين لك. كنت أنا كهم صغير دقيقة. احنا على الهواء تعرف؟ صحيح صحيح. لا بلزم احنا عندنا اسيد لازم زبناء وصول تحطنا هون. لا لا بلزم شيك ممتاز. بس تعريف شخصي بعرف شخص كل واحد اسمه ايش ايش؟ تعريف شخصي بلزم يا حبيبي الله يرضى عليك. ما خلص تركني تركني. لا لا انت بدك تعرف الناس بحالك. بس احنا في انتظار احد الاخوه هيو قادم على الطريق ان شاء الله دقيقتين. محمد انت انقل الميكروفون. ها اعملوا مشاركة على صفحاتكم الشخصية.
عملنا شير للجميع. جميل جميل كانت تعمل شارك للجميع. وين صار دقائق إن شاء الله بنكون معكم في بث مباشر لنقل فعاليات المؤتمر الصحفي البدء في حملة الانتخابية للقائمة المهنية للبناء. دقائق إن شاء الله. ليش بدك وقيت؟ طيب ماشي ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أهلنا وأحبتنا في مدينة طوباس الحبيبة، وانطلاقا من قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ومن فهمنا لهذه الآية الكريمة فإننا نعلن ترشحنا لخوض انتخابات بلدية طوباس ضمن قائمة المهنية للبناء الرقم الانتخابي 5. القائمة المهنية للبناء هي قائمة ذات طابع مهني تجمع عدد من الكفاءات المهنية والخبرات المتنوعة، وهي قائمة تؤمن بالشراكة وقبول الآخر على قاعدة تكامل الخبرات والمراكمة على الإنجاز من أجل خدمة مدينة طوباس والارتقاء بها وجعلها من المدن الأبرز على مستوى الوطن. ونبدأ الآن بالتعريف بأعضاء قائمتنا، وأبدأ بنفسي: أخوكم الدكتور أحمد محمد دراغمي، دكتوراه هندسة معمارية، وأعمل في جامعة النجاح الوطنية. أخوكم الأستاذ المحامي أحمد فخري يوسف أبو محسن، الرقم الانتخابي رقم 2، محامي ومستشار قانوني ماجستير قانون تجاري. أخوكم رواد محمد غالب التاج، ماجستير تصوير طبي ورنين مغناطيسي، أعمل في مستشفى جامعة النجاح الوطني الجامعي. المرشحة ميادة صوافطة، محامية حاصلة على الماجستير في القانون التجاري. أختكم تحرير عبد الله سالم عامر، بكالوريوس رياضيات.
المرشح نادر مصطفى صوافطة مدير عام في وزارة العمل الفلسطينية. أخوكم طارق خراز بكالوريوس قانون عام، الرقم الانتخابي 11. أخوكم عبد الله أنور أبو محسن رئيس قسم الأشعة في مستشفى النجاح الجامعي. أختكم عائدة دراغمة مش ناشطة اجتماعية مديرة الجمعية الإسلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين. المرشحة عن قائمة المهنية للبناء زهية فوزي عبد الرحيم صوافطة الحاصل على البكالوريوس في الكيمياء. الآن سنبدأ إن شاء الله 400 بطرح مجموعة من المحاور المهمة، سأركز فيها بشكل عام على البرنامج الانتخابي وآلية تشكيل قائمتنا. أما المحور الأول فهو آلية تشكيل القائمة، من فهمنا للدور الخدمات الذي ستقدمه البلدية لأهلنا فقد اعتمدنا في تشكيل قائمتنا على مجموعة من الركائز والأسس. أما الركيزة الأولى فهي المهنية والكفاءة، لقد حرصنا في تشكيل قائمتنا على أن تضم مجموعة من الأخوة والأخوات ذوي الكفاءة العالية في مجالات علمية ومهنية مختلفة، نستطيع من خلالها بإذن الله تقديم الخدمة الأكبر والأكثر تميزا لأهلنا في طوباس الحبيبة، وقد شملت على عدة تخصصات متعددة بدرجات علمية مختلفة، ومن أهم هذه التخصصات الهندسة والمحاماة والإعلام والمحاسبة والصحة وغيرها. أما الركيزة الثانية فهو التوزيع الديموغرافي والعائلي لمدينة طوباس، فكان الاهتمام بتغطية معظم عائلات طوباس ما استطعنا ذلك سبيل، وسنحرص بإذن الله كل الحرص على تمثيل جميع العائلات دون استثناء، فالعدل في تقديم الخدمة ونقل هموم المواطن وصوته دون تمييز أو محاباة هو أمانة في أعناقنا. أما الركيزة الثالثة فقد كان العنصر الشبابي والنسوي، نحن نؤمن حق الإيمان بالدور الفاعل الذي يستطيع الشباب أن يؤديه، ونؤمن بقدرة الشباب على التغيير. لذلك تميزت قائمتنا بالعنصر الشبابي وغلب عليها سن الشباب، وليس أقل من ذلك إيماننا بدور المرأة، فهي نصف المجتمع وتبني وتربي النصف الآخر. وليس أدل على هذا الإيمان هو أننا لم نلتزم بالحد الأدنى للكوت النسوية والذي سنته قوانين الانتخابات، وإنما زدنا على ذلك بالحد الذي نراه مناسبا، فكان لدينا ثلث القائمة من النساء. أما الركيزة الرابعة فهي البعد الوطني للقائمة، فقد ضمت قائمتنا الرجال والنساء الذين ما بخلوا يوما من الأيام من التقديم والتضحية من أجل هذا الوطن، فقدموا الغالي والنفيس من جهدهم وسنين عمرهم، وهذا أقل الواجب تجاه وطننا الغالي. فمنا الأسير ومنا زوجة الأسير، وهنا لا يسعنا إلا أن نرسل برقية تحية وإجلال لأخينا ابن القائمة الأسير أسيد الخراز الذي منعه الاحتلال الغاشم أن يكون بيننا هذا اليوم. أما المحور الثاني في لقائنا هذا فهو برنامجنا الانتخابي، لا يتسع المجال هنا للحديث عن كامل البرنامج الانتخابي، ولذلك فإننا سنحرص لإيصاله لجميع أهلنا عبر لقاءات أخرى ومنصات متعددة، ولكن سأطرح هنا أهم محاور هذا البرنامج. أما الهدف الرئيسي فهو جعل بلدية طوباس من البلديات الأبرز على مستوى الوطن إداريا وماليا وخدماتيا، من أجل تحقيق ذلك فإنه لا بد من تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية أهمها. أولا
خلق حالة من الاستقرار المالي والإداري لبلدية طوباس بشكل يؤهلها للعمل بكفاءة ومهنية عالية في تقديم خدمات مميزة وعادلة للجميع من أبناء بلدنا الحبيب. ثانيا، تعزيز روح الانتماء والمواطنة الصالحة والثقة بمؤسسة البلدية، وذلك عن طريق تفعيل مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. ثالثا، وضع حلول جذرية ومستدامة للتحديات الرئيسية التي يواجهها المواطن كالمياه والكهرباء وأزمة السير والطرق والصرف الصحي والنفايات ومواقف السيارات وسوق الخضار المركزي وغيرها من التحديات التي لا تخفى علينا. رابعا، وضع خطة استراتيجية معلنة لبلدية طوباس أساسها العمل على تطوير البنى التحتية للخدمات الأساسية بما يضمن تطوير القطاعات المختلفة المهمة والتي يعد أبرزها القطاع الزراعي والصناعي والصحي والتعليمي. خامسا، إيمانا بحق المواطن بمعرفة سير العملية الانتخابية بسير عملية التطوير في بلده ومشاركته بها، سنقوم بإيجاد منصة لإطلاع أهلنا بلدنا العزيز على قرارات المجلس أولا بأول بإذن الله، معززين بذلك مبدأ الشفافية والمحاسبة. ومن أجل تحقيق كل تلك الأهداف لابد من تحقيق أهداف فرعية، ولقد قسمناها على مجموعة من القطاعات المختلفة، أهمها قطاع الكهرباء والطاقة، قطاع المرور والنقل والمواصلات، قطاع إدارة النفايات الصلبة، قطاع العمراني، القطاع الزراعي، قطاع الخدمات التطويرية للقطاعات التعليمية والصحية والاستثمارية والزراعية والرياضية والشبابية، قطاع تحسين أداء البلدية وزيادة الشفافية، قطاع المياه والصرف. طبعا لا يسعنا هنا في هذا الوقت القصير التكلم عن كافة هذه القطاعات، ولكنني سأخذ مثالا واحدا عن القطاعات وهو قطاع المرور والنقل المواصلات. تعاني مدينة طوباس من مشاكل وتحديات كبيرة في هذا القطاع، وهذه المشاكل لا تخفى على أحد، ومن أهمها ازدياد حجم الأزمة المرورية خاصة بوسط المدينة، وقلة تغطية الطرق لمناطق التوسع العمراني الحالي، وضعف مستوى الكفاءة لبعض الطرق، وعدم توفر المواقف العامة للسيارات، وضعف كفاءة العناصر التكميلية للشوارع كالأرصفة والشواخص وغيرها. لذلك سنعمل جاهدين بإذن الله لتطوير هذه القطاعات وحل المشكلات المتعلقة بها، وذلك من خلال عدة نقاط وأفكار، أهمها استقدام مشروع شق طريق دائري مداري محيط بمدينة طوباس ويسمى الرينج رود، مما يسهم في تخفيف الأزمة وسط المدينة واختصار وقت كبير للمنتقلين بين أطرافها، توسعة الطرق الموازية للشارع الرئيسي لتخفيف الضغط عليه، وأيضا تشجيع الاستثمار في المناطق الداخلية في المدينة، استقدام مشاريع شق الطرق الهيكلية والزراعية، إجراء الدراسات المرورية الهندسية للحد من الأزمة وربطها بالتخطيط العمراني، متابعة حالة الطرق القائمة وصيانتها دوريا، وخاصة موضوع الحفر والتي تسبب بأذى كبير لمركبات المواطنين، تطوير وتجهيز مواقف عامة للسيارات، التقليل من التلوث البصري عن طريق زيادة المساحات الخضراء على جوانب الطرق، وتأهيل الشوارع بالعنصر التكميلية كالأرصفة والشواخص والجدران الاستنادية والعبارات وغيرها. كل هذه النقاط وأخرى ستسهم بإذن الله في حل مشكلة الطرق. أما المحور الثالث الذي أود التكلم به هنا هو محور الشراكة المجتمعية والمجالس الاستشارية. نحن نؤمن أن طوباس زاخرة بالكفاءات والطاقات العلمية والمهنية، والتي تستطيع بإذن الله البذل والعطاء والمشاركة في صناعة القرار، وهنا يقع على عاتقنا مشاركة هذه الطاقات والكفاءات بكل مكوناتها وألوانها لصناعة غد أجمل لمدينتنا الحبيبة. ولأجل ذلك فإننا بإذن الله سنعمل على تشكيل مجالس استشارية تدعم عمل المجلس البلدي،
فبدل أن يكون لدينا 15 عضوا في المجلس البلدي فإننا سنحرص كل الحرص على أن يكون لدينا 15 مجلسا استشاريا في مواضيع مختلفة تلامس هموم الشارع المواطن الطوباني. كما وأننا ومن هذا المنبر ندعو جميع أهلنا في طوباس وخاصة المقيمين خارج المدينة في المحافظات الأخرى وأهالينا خارج الوطن على امتداد العالم كله المشاركة الفاعلة معنا لصناعة الأمل وصناعة غد مشرق. وقد كان لهم جميعا بصمة واضحة خلال السنوات الماضية وعلى أكثر من صعيد لصالح المدينة وأهلها. أما المحور الرابع فهو رسالة شكر لمن سبق ومد يد التعاون لمن هو قادم بإذن الله. إننا وهنا نشكر كل من سبقنا من المجالس السابقة لما قدموه في خدمة البلد، وإننا نعد أن نبني على ما سبق من إنجازات وأن نعمل على مبادئ المراكمة للإنجاز. كما وأننا في القائمة نمد يد التعاون والمحبة والإخاء لجميع القوائم الأخرى على قاعدة الشراكة وعدم الإقصاء، على قاعدة التعاون لخدمة مدينتنا وأهلنا بشفافية وعدل كبير دون تمييز أو محاباة. فالحفاظ على أواصر القرابة والمحبة والتعاون والنسيج العائلي هو هدف يجب أن نسعى لتحقيقه والحفاظ عليه. وأخيرا نقول المهنية شعارنا والشراكة خيارنا. القائمة المهنية للبناء الرقم الانتخابي 5. وشكرا لكم ولاستماعكم. يعطيكم العافية جميعا. الله يجزيكم خير ويبارك فيكم جميعا إن شاء الله تعالى. يأخذنا الصورة الجماعية. خلينا نأخذ صورة يا شباب. يا الله. الله يجزيكم خير وبارك فيكم. خليك بس. خلص. تمام مرة.